السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وألتقيكم في حلقة بمناسبة أيام عاشوراء الحسين عليه السلام، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتناول سفر من أسفار الحسين، وهو قوله عليه السلام: من لحقني استشهد ومن لم يلحقني لم يدرك الفتح. وقد بيّن الإمام أحمد الحسن سلام الله عليه معنى قول الحسين عليه السلام عندما بيّن أولا يعني الكلمات المفاتيح في هذا القول الكريم للإمام الحسين، وهي اللحوق والشهادة والفتح. دعنا إن شاء الله نتحدث عن اللحوق الذي بيّنه أو الذي تحدث عنه الحسين روح له الفداء، وهل هذا اللحوق متاح للناس يعني في كل زمان أم أنه فقط مختص بالناس الموجودين في زمن الحسين. يقول المولى قائم آل محمد مولانا الإمام أحمد الحسن سلام الله عليه في بيانه لقول الحسين أن اللحوق يعني الالتصاق بالشيء أو الوصول إلى الشيء ومسايرته إذا كان الملحوق أو المتبوع إنسانا، طبعا عندئذ سيكون يعني إمام، يعني إما إمام هدى أو إمام ظلام، ولا يعد لاحقا بالإمام من تقدم على الإمام، ولا يعد لاحقا بالإمام من تأخر على يعني على الإمام عن الإمام عفوا، كما ورد في دعائهم عليهم السلام: من المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. وحتى المسايرة التي هي يعني تعني اللحوق، طبعا المسايرة أحيانا تكون المسايرة إجمالية، وأحيانا تكون المسايرة على نحو يتحرى التفاصيل ويتحرى الدقة، بحيث تكون يعني تفاصيل حركة الإنسان ويعني يعني فيها متابعة للإمام، يعني تكون متابعة دقية. طبعا الدرجة تختلف بين من يتابع الإمام إجمالا وبين من يتابع الإمام بهذه يعني بهذه التفاصيل، يعني على نحو التفاصيل. هذا اللحوق الذي تحدث عنه الإمام الحسين، هل هو متاح فقط يعني الناس الموجودين في زمن الحسين أم أنه متاح للناس في كل زمان؟ هذا اللحوق طبعا كما بيّن قائم آل محمد متاح للناس في كل زمان، وذلك من خلال اللحوق بالإمام الذي يعيش فيه الناس في زمانهم، حيث أن لكل زمان هناك خليفة من خلفاء الله هو نظير الحسين روح له الفداء. فمن أراد أن يلحق بالحسين في زمانه فعليه أن يلحق بإمام زمانه، وفي زماننا هذا يعني الذي يريد اللحوق بالحسين في هذا الزمان عليه أن يلحق بالإمام المهدي في هذا الزمان ووصيه الإمام أحمد الحسن سلام الله عليه. طبعا اللحوق له شرط، اللحوق له شرط، ويعني دعنا نتدبر قول الحسين عندما قاله روح له الفداء وهو يسير في طريقه إلى كربلاء: من كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. إذن فشرط اللحوق أولا أن تعرف إمام الزمان، أن تشخص إمام الزمان، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون مستعدا لبذل مهجتك في سبيل يعني نصرة الإمام. من كان فينا، كلام الإمام واضح، من كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. فإذا الشرط الأول أن تعرف الإمام، والشرط الثاني أن تكون مستعدا لبذل مهجتك في يعني في طريق الإمام وفي نصرة الإمام، ويعني أن لا تتقدم على الإمام ولا تتأخر عن الإمام، وأن تكون مسايرا للإمام، وعندئذ ستكون لاحقا بالإمام. فإذا الباب متاح الآن، نحن يعني لنا نحن يعني أهل هذا الزمان أن نلحق بالحسين روح له الفداء. ودعنا نقرأ كلام المولى قائم آل محمد مولانا الإمام أحمد الحسن سلام الله عليه بخصوص معنى قول جده الحسين: من لحقني استشهد ومن لم يلحقني لم يدرك الفتح. حيث يقول المولى الإمام أحمد الحسن في جزء من إجابته على هذا السؤال بخصوص قول الحسين، يقول: إذن فالحسين عليه السلام أراد بمن لحقه أي سار على نهج الحسين وبمبدأ الحسين، كما أن لكل زمان الحسين، فمن لحق حسين زمانه لحق الحسين عليه السلام، ومن تخلف عن إمام زمانه تخلف عن الحسين عليه السلام. وكذلك فإن اللحوق بالحسين عليه السلام على درجات، أعلاها هو لزوم مبدأ الحسين ونهج الحسين والالتصاق بحسين الزمان الذي يعيش فيه المؤمن وفي الصلاة الشعبانية: المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. ويقول يعني يقول الإمام أحمد الحسن أيضا في يعني في هذا السياق، في سياق اللحوق:
فمن لم يلحق بالحسين وينهج نهج الحسين ويتبع حسين زمانه لا يستشهد، أي لا يقتل في سبيل الله ولا يكون شاهدا بالحق، ثم إنه لا يدرك الفتح، أي لا يعرف الفتح ولا يفقه الفتح ولا يحصل شيئا من الفتح، إلى آخر كلام الإمام، إلى أن يقول: وأخيرا الحسين حق وكلمة وسيف ومبدأ باق ما بقيت السماوات والأرض، وكل من خالف الحق الذي دعا له الحسين عليه السلام وأعرض عن كلمة الحسين عليه السلام هل من ناصر ينصرنا، ولم يحمل السيف مع الحسين عليه السلام ولم يبني أفكاره على مبدأ الحسين عليه السلام فقد خذل الحسين، وأن أظهر البكاء على الحسين فقد قاتل الحسين قوما يدعون أنهم يحبون رسول الله صلى الله محمد صلى الله عليه وآله ويسيرون على نهجه صلى الله عليه وآله، وسيقاتل القائم عليه السلام قوما يدعون أنهم يحبون الحسين ويبكون على مصابه، فلعنة الله على القوم الظالمين. وهؤلاء لم يدركوا شيئا من الفتح لأنهم لم يلحقوا الحسين عليه السلام في يوم من الأيام. أحبائي، نسأل الله أن يجعلنا ممن لحق الحسين في هذا الزمان من خلال الثبات على نصرة قائم آل محمد مولانا الإمام أحمد الحسن، حتى نلتقيكم في حلقة جديدة بمناسبة أيام عاشوراء، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.